بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا اول تيست حنعمله هلا معنا، يلي هو حنصور بيوتي على كونتينيوس لايت بالزد 5، مثل ما قلنا لانه الزد 5 استلمناها جديد، فحنصور اليوم لنشوف الافكت تبع الزد 5 بالبيوتي على الكونتينيوس لايت. عم بستعمل كمان معي ال 24-200 العدسه، كمان نيكون نزلت جديد، فلنشوف التستات كيف حنطلع مع الزد 5. نبدا، يلا موديل معي. اوكي بيوتي جريت، فينا نشوف الصوره؟ تجنن. اوكي ناخذ هلا بوزات. مثل ما شايفين عندي 2 LED دي لايت، واحد LED دي بعطيه باك لايت، بس هلا عم باخذ شاتس بيوتي لنشوفهم كيف حيطلع. حاخذ ورا بعضهم. العدسه 24-200 عم تساعدني كثير اني اقدر اخذ البوزات عن بعد. واحد الراس قلت شوي كثير حلو، الوجه على الضوء. ايوه نطلع بالضوء، رائع. بدي احاول اشوف الكونتراست بالكاميرا، بعمل غمض شوي مع الالوان الموجوده من الميك اب. فملاحظين مع ال LED لايت الشاتر حاط 1:60 ايزو 100 و F8، عم بستعمل للبيوتي على الكونتينيوس لايت. بيوتيفول. اوكي العدسه روعه، لانه من اي مكان عم فيني اتحكم. ايوه عم بقدر اتحكم. اكيد الكاميرا في ال XPEED 6. واو طرز اللون بجنن. نحن ما عم نتعاطى بشي دغري مباشرة، عم نطلع بالالوان. بس خليني اشوف. اوكي فيري نايس، الكاميرا عم تتفاعل معنا صح، الكولر بجنن. اذا باخذ زوم هلا بنرجع بنحكي. سكين تون بعقد، الكولر سيبريشن بجنن، النت رائع جدا. العدسه كمان مثل ما قلنا 24-200. حاول اخذ كات. اوكي يس، كل الكتات البيوتي اللي اخذناهم رائعه جدا، الالوان بتجنن. هيدي كمان طلعت حلوه مع انها مغمضه. بيوتي مع كونتينيوس لايت، نحن تعمدنا انه كل السيتنج يكون طبيعي، ما نتدخل بشيء. لنشوف كيف الكاميرا حتعطينا فرز اللون، حتعطينا ساتوريشن، حتعطينا سكين تون، حتعطينا الكونتراست، كله هذا بدنا نشوفه مع بعض بيوتي. ونحن تعمدنا انه الكاميرا تصور على نصورها بكونتينيوس لايت كمان، لانه الكونتينيوس لايت صعب شوي علينا. مثل ما ملاحظين الشتر كان 1:60 F8، كنت عم بستعمل الزوم 24-200 الزوم الجديد اللي نزلتها نيكون. فحنمشي بالصور صوره صوره، وحنشوف كل الديتيلز، الكالر ساتوريشن، كل شيء بيعقد عن جد. ما لقيت يعني شيء غلط لحتى احكي عنه. الكاميرا كانت كتير فليكسبل، كيف اعمل كمان الفوكس فيها كتير سهل كتير حلو. هلا بدنا ناخذ شوي الشعر، فممكن نعدل الاضاءه لانه بالشعر في تفاصيل عاليه، فممكن نحط الاف 11. بدي اجرب اطلع بالايزو لشوف اذا حيتغير معي شيء ولا لا. افتح 200 320 ايزو، يعني نعطي بس بوزات شعره. حاخذ ايزو اعلى شوي 400. شعر كثير اسود، حنحاول نشوف التفاصيل. كثير حلو كمان، بعد برمي اكثر اعطيني الوجه بس كمان. اوكي بعد حلو. ايوه كله عم نصور بكونتينيوس لايت. ليش اخترنا الكونتينيوس لايت لنجرب الزد 5؟ عادة بالستروب لايت
كلنا فينا نوصل لأشياء اللي بدنا إياها، ما عنا مشكلة. بس المشكلة اليوم هي بالكونتينيوس لايت، عشان هيك حبيت جرب الزد 5 بأصعب. بعد كمان نفس البوز بس بدك تديري وجهك أكثر لبين الأيوة. حبيت جرب الزد 5 بالكونتينيوس لايت لأنه أصعب بالتصوير بالكونتينيوس من الستروب. كمان نفسه بدي أرجع أطلع ديتيلز أكثر. عم بشتغل بين ايزو 400 وايزو 200. كمان واحدة بشتغل بين كمان بين ايزو 400 وايزو 200. تفاصيل، شوف التفاصيل لوين واصلة. الأبيض أبيض، العدسة روعة، الكاميرا فرز اللون، تفاصيل 24 مليون بيكسل. ما بعتقد بدي أكثر لهيك إيفنتات. الصور كمان بتجنن. إذا بشوف تفاصيل الشعر، حتى لو أعطيتها شوية لايتينج ما عم بتأثر. حتى الأسود أسود، الشعر أسود غامق، فعم بقدر أشوف كل الديتيلز بالأسود. نفس الشيء بهي الصورة، نفس الشيء هون. نلاحظ الديتيلز، لو كبرت ل 800% بعده البيكسل very acceptable. يعني لو اضطريت اعمل كروبات على 5 مرات اكثر ما عندي مشكله. نشوف التفاصيل هون، رائعه. التفاصيل هون كمان رائعه.